التخدير من العناية المركزة. طبعاً وايد من الأهالي يعتقدون لما يدش المريض العناية المركزة إنه هو يكون داش غيبوبة. نحب نطمنهم إن أغلب المرضى إحنا نسميها هذه غيبوبة مصطنعة طبية، بما معناه إن إحنا نحط أدوية إن تخلي المريض إنه نايم، لأن بسبب إذا كان عنده التهاب رئوي حاد ومسوي الأكسجين بالجسم يعني مو خلينا نقول مستقر، فنحتاج نوصل إلى استقرار، أو مثلاً في كدمة كبيرة بالمخ ونحتاج إن خلينا نقول نريح الجسم ونريح الأعصاب عشان يبدأ المريض بالتعافي. وإن احنا كثر ما نقدر بالعناية المركزة نحاول نقلل كمية الأدوية اللي نستخدمها اللي هي تخدر المريض، بس احنا نستخدم الكمية اللي نحتاجها لمصلحة المريض. طبعا ما في دواء في الدنيا ما له اعراض جانبية، اكيد في اعراض جانبية، بس في هذه الفترة يكون احتياج المريض حق الأدوية المهدئة منفعتها اكثر من ضررها، وكل يوم بيتم تقييم حق المريض ونشوف اذا احنا محتاجين حق هذه الأدوية او مو محتاجين، لان دائما هدفنا بالعناية المركزة ان المريض يكون صاحي حتى لو كان على تنفس صناعي، أنبوبة التنفس الصناعي. دائما نحاول كثر ما نقدر ان نكون المرضى صاحيين وقاعد نسوي لهم علاج طبيعي ويتحركون، بس مرات حالة المريض الصحية ما تسمح لنا انه يكون صاحي، لان لما يصحى اكسجينه ممكن ينزل، الضغط بالمخ ممكن يرتفع، ففي هذه الحالات نخلي المريض نايم. بس متى ما اقرب فرصة يكون المريض جسمه مستعد ان احنا نصحيه دائما نصحيه.